هذا الأمر ذكر بشكل صريح في البيان الختامي من قبلهم. قال تلتزم الولايات المتحدة بتزويد العراق ب18 طائرة F-16 للمرة الثانية وضمن جدول يتفق عليه الطرفان. نعم. إلى جانب هذا البيان أيضا أشار وهو بيان ملزم، يعني الولايات المتحدة مستعدة لكي تساعد العراق بكل ما يحقق أمنه واستقراره ويجعل له دور مؤثر في المنطقة.